جالس صلى الله عليه وسلم في بيت صديقه أبو بكر الصديق، فينزل جبريل ببراءة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مما نسبه إليها المنافقون، فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الإشراق عليه. فرحه صلى الله عليه وسلم، جمعت له 60 موقفا في الفرح، وجدته لا يفرح إلا لدين، وجمعت له 60 موقفا في الحزن، وجدته لا يحزن إلا لدين. حياته كلها صلى الله عليه وسلم تخص هذا الدين العظيم الذي هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا ما الذي يفرحني؟ أنت ما الذي يفرحك؟ أنت يا ابنتي ما الذي يفرحك؟ نفرح كثيرا إذا تخرج الولد من الجامعة، إذا نجح في مرحلة معينة، إذا حقق علامات ودرجات عالية، نفرح إذا اصطلحت ابنتنا مع زوجها، نفرح سبحان الله إذا اشترينا بيتا جديدا أو سيارة أو سددنا الأقساط التي علينا أو الديون التي علينا، هذا فرحنا. لكن هل تفرح العشيرة والقبيلة بأن ولدا من الأولاد حفظ القرآن، أن فلان الذي كان يعاقر الخمر تاب واستقام على طريق الله، أن فلانا اللي كانت تهاجم الحجاب التزمت بحجابها؟ يجب أن يفرحنا الدين وأن يحزننا الدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يفرحه؟ كان يفرح بدخول الناس إلى الإسلام، فرح لما خير زوجاته، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين واتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت النساء كلهن أن يبقين مع رسول الله على هذا الوضع. سبحان الله، أشرق وتهلل وجه رسول الله فرح. لو ان واحد مننا سبحان الله يخير زوجته، ولا ان كان له زوجه ثانيه، ولا ايه رايكم تعيشوا معنا على الفقر اللي انا فيه ده، ولا كل واحده تروح بيت ابوها، ولا نروح بيت ابونا والحمد لله يلا بركه يا جامع نغير ونجيب غيرهم. سبحان الله، لكن الرسول فرح ببقاء النساء معه، فرح ببراءه امنا عائشه لما نزل لا ابشري يا عائشه لقد انزل الله براءتك من فوق 7 سماوات قران يتلى الى يوم القيامه. كان يفرح اذا صدق أحد خبرا كان قد جاء به أو قال عنه أو حدث عنه، فلما يأتي تصديقه يفرح صلى الله عليه وسلم. تفانة التي قالت خلي سبيلي يا محمد فإن أبي كان يحب مكارم الأخلاق كان يصنع كذا وكذا وكذا، قال خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ذهب السفانة بنت حاتم الطائي لأخيها عدي وكان لاحق بجدة كي يهرب، سبحان الله، كان هجر رسول الله وأهدر رسول الله، جئتك من عند أبر الناس وأفضل الناس وأعظم الناس، جئتك من عند محمد. فجاء عدي ابن حاتم فتهلل وجه رسول الله. الإنسان يفرح لما يلاقي الناس ربنا هداها، تفرح لما تلاقي اثنين متخاصمين واصطلحوا مع بعض، تفرح، لأن هذا كان يفرح رسول الله. تاب الله على كعب بن مالك الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله، فلما نزلت سبحان الله تهلل وقال أبشر بخير يوم ولدتك أمك. سبحان الله، والصحابة تباروا من الذي يخبر كعبا سبحان الله بهذه البشرة. سبحان الله، فالإنسان ما الذي تكسبه أنت عندما ترى إنسانا ينحرف بعيدا عن الطريق أو يتكسر عن الخير؟ اسأل عنه، أنت أخوك متعود يصلي معك صلاة الصبح، يومين غاب ثلاثة أقول تفين يا فلان، ما وجدته يخف في مسألة الله بدأ يدخن، أو أقول أنت جرى يا فلان تخلي فمك طاهر اللي يدخل النجاسات دي في فمك، يا رجل اتق الله، يعني لا داعي لأن تكون من المسرفين وتكون من المبذرين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح إذا سمع كلاما حسنا وكان يثني عليه ويقول إن من البيان لسحرة. سبحان الله،
كل حياته صلى الله عليه وسلم فرح بالدين، يفرح للدين. ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، لما جاء خالد بن الوليد وعكرمة وعمر بن العاص دفعة واحدة وقد أسلموا، فرح النبي بقدومهم. سبحان الله، لما جاءه خبر أن جعفر قد عاد يقول والله لا أدري بأيهما أفرح، بنصرنا في خيبر أم بعودة جعفر، وقام إليه حافيا صلى الله عليه وسلم. لنجعل الدين فرحتنا، وإذا رأينا دين الله عز وجل وقد خف في قلوب الناس وفي سلوكيات الناس نحزن وندعو الله عز وجل ونكون قدوة لغيرنا، تأسيا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان جل فرحه عليه الصلاة والسلام كلما رأى خيرا في هذا الدين، كلما رأى فضلا في هذا الدين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. صلى الإله ومن يعف بعرشه والطيبون على مبارك أحمده. اللهم اجعلنا نفرح لدين ونحزن لدين، واجعل رضاك يا رب العالمين عنا في نصرنا لدينك، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد قبئت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم.